نجدد تحيه بكم مشاهدينا الاعزاء. في صفعه جديده على وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اعلن وزير الاقتصاد التركي الاسبق واحد مؤسسي حزب العداله والتنميه علي بابجان عن استقالته من عضويته في حزب العداله والتنميه الحاكم بقياده رجب طيب اردوغان. جاءت هذه الخطوه بعد ايام من الاخبار المتداوله حول اعتزام بابجان على تاسيس حزب جديد مع مجموعه من نواب العداله والتنميه المتأزمين ربما من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب نواب من الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان التركي. وفي بيان نشره اليوم أكد بابجان حاجة تركيا الملحة إلى كوادر جديدة قادرة على إدارة المرحلة والتغلب على جميع المشاكل والصعوبات التي تواجهها البلاد منذ فترة. بابجان لفت أيضا إلى ضرورة عودة تركيا إلى الديمقراطية وسيادة القانون وتوسيع نطاق الحريات واحترام حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن. إذن للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نوران عوضين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والمتخصصة في الشأن التركي. أستاذة نوران صباح الخير وأهلا بك على إكسترا نيوز. ويبدو أن بابجان هو ليس الوحيد الذي ينتوي والذي بالفعل انسحب من حزب العدالة والتنمية، هناك بالفعل من كبار السياسة والقيادات السياسية في تركيا ربما أعلنت أنها سوف تنسحب أو أنها على الأقل عارضت هذه السياسات التي يتبناها رجب طيب أردوغان، مثل الرئيس التركي السابق عبد الله جول، مثل وزير الخارجية التركية الأسبق أحمد داود أوغلو والعديد من السياسيين الأتراك. هل أردوغان يأخذ حزب العدالة والتنمية التركي إلى منزلق خطير إلى اعتبار أنه حزب ميت سياسيا على الأقل؟ طيب أولا صباح النور. مبدئيا يعني أنا حابة أشير أن فكرة الانشقاقات الحزبية اللي بيشهدها حزب العدالة والتنمية حاليا هي ليست بالأمر الجديد. نعم. فمن ناحية حزب العدالة والتنمية نفسه منشق عن حزب اللي هو معروف حاليا باسم حزب السعادة، وكما اشرت حضرتك حاليا ان في شخصيتين ليهم ثقل في الحياه السياسيه التركيه وكانوا رفقاء اردوغان نفسه في مشوار حياته السياسيه مؤثرين فيه عبد الله جول واحمد داوود اوغلو، اعلنوا انشقاقهم ايضا عن حزب العداله والتنميه. فمن ناحيه مثلا جول عبد الله جول كان يعني كده الاثنين يعني عبد الله جول واحمد داوود اوغلو كان ليهم محطات خلاف خلال فترة توليهم لمناصبهم مع سياسات أردوغان. فمثلا عبد الله جول كان معارض لفكرة النظام، فكرة التحول للنظام الرئاسي، وكان شايف النظام البرلماني هو الأنسب للحياة السياسية التركية. وكمان كانت ليه رؤيته الخاصة بانتقاد السياسة الخارجية لأردوغان ناحية الغرب أو لتحركاته في منطقة الشرق الأوسط. نعم. كذلك مؤخرا باعتبار يعني اعاده الانتخابات البلديه، بول اعتبر فكره اعاده الانتخابات امر مؤثر على نزاهه الانتخابات التركيه بشكل عام، وكمان بيؤثر على سمعه تركيا سواء في الداخل او في الاخر او في الخارج. انا من ناحيه ثانيه احمد داوود اوغلو كان ليه هو الاخر محطات خلافيه مع اردوغان خلال فتره توليه لرئاسه الوزراء، ظهر ده بشكل يعني جلي خلال انتخابات البرلمان في يونيو 2015. حينها كان احمد داوود اوغلو واردوغان كان كل شخص منهما ليه رؤيه ناحيه نتيجه الانتخابات. نتيجه الانتخابات حينها لم تحقق الاغلبيه المنشوده للعداله والتنميه لتكوين حكومه منفرده قائمه على اساس العداله والتنميه فقط. فبالتالي احمد داوود اوغلو كانت رؤيته هي تشكيل حكومه ائتلافيه والحوار مع المعارضه. لكن اردوغان كان بيرى حينها ان الحل الانسب هو في انتخابات مبكره. نعم. وكان هدفه من الانتخابات المبكره هو تمرير تعديلاته الدستوريه. في النهايه كان الراي الغالب هو الراي الخاص باردوغان، وفعلا تم تشكيل الانتخابات المبكرة واللي حققته الأغلبية اللي مرر بيها التعديلات الدستورية. بالسياسات الأخيرة بدأ أغلو في الانتقاد العلني، انتقاد السياسات الاقتصادية وانتقاد تحركات الحزب وتحالفاته مع أحزاب أخرى، وأيضا القوانين الخاصة، انتقد بشكل عام القوانين الخاصة يعني تحجيم حرية التعبير وتحجيم يعني الحرية الصحفية. نعم. واعتبر قرار إعادة الانتخابات في اسطنبول قرار مناقض للقوانين الدولية والاتفاقيات المقررة.
لو اتكلمنا بقى على الانشقاق الاخير الخاص بعلي بابا جان، فالانشقاق ده بيدور الحديث حوالين، يعني هو اخد دلوقتي الشكل العلني، لكن كانت التسريبات الصحفيه الصحافه التركيه كانت يعني بدات تسرب لانشقاق علي بابا جان منذ ابريل 2019 واتجاهه لتشكيل حزب مع عبد الله جول. وبالتالي هنا احنا عندنا حزبين ممكن يكونوا هما المنشقين عن العداله والتنميه خلال الفتره القادمه. حزب تابع لاحمد داوود اوغلو وعدد اخر من العداله والتنميه وايضا من احزاب اخرى، وكان هنا يشار لوزير سابق حكومه احمد داوود اوغلو وبالتالي كان تابع للعداله والتنميه، كان اسمه عمر دينتشار، وايضا حزب اخر بقياده عبد الله جول. نعم. فبالتالي هو هنا الاحزاب الجديده بتقوم على نواب من العداله والتنميه. طيب. فبالتالي الامر ده هياثر لاحقا على اغلبيه العداله والتنميه بالبرلمان التركي. طيب زي ما حضرتك قلت يا استاذ نوران، حزب العداله او هذه الانشقاقات او تاسيس الاحزاب المنبثقه عن احزاب موجوده حاليا هي عاده تركيه، ربما حزب العداله والتنميه ذاته انبثق عن حزب السعاده الذي انبثق ذاته عن حزب الفضيله الذي انبثق عن حزب الرفاه، وكلها هي احزاب سياسيه اسلاميه بداها نجم الدين اربكان كما تعلمين. لكن هل هناك اختلاف ما في الاحزاب المنبثقه الجديده التي يسعى عبد الله جول او احمد داوود اوغلو او بابا جان تاسيسها، ام انها سوف تكون ايضا ذات مرجعيه اسلاميه؟ هو هنا يعني ده هيكون المؤشر لتحركات الحزبين او يعني حين تاسيسهم خلال الفتره القادمه. هو اللي ظاهر على الساحه دلوقتي هو معارضتهم لسياسات اردوغان. فكرة ان الاحزاب دي هتمثل معارضة جديدة في نطاق برضو شكل اسلامي، لكن معارضة قائمة على سياسة تركية، يعني مثلا سياسة خارجية صديقة للجوار الاوروبي او الجوار الاقليمي ليها، او سياسة بتعمل على مراجعة الاداء الاقتصادي، او سياسة تتيح حرية التعبير وحرية الرأي داخل المجتمع التركي. دي ده احتمال. نعم. الاحتمال الاخر انها ممكن تكون مشابهه للانشقاقات اللي حضرتك اشرت ليها، ان هي تكون شكل جديد من اشكال العداله والتنميه، وبالتالي انها ممكن تاسس زي تحرك جديد داخل المجتمع التركي، بحيث انها ممكن تكون في مواجهه المعارضه. نعم. اللي ليها يعني زي قبول شعبي حاليا داخل المجتمع. نعم، وصلت الفكرة للأستاذة نوران عوضين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والمتخصصة في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. ولا زلنا مشاهدينا الأعزاء في الشأن التركي، لكن هذه المرة اقتصاديا ينضم إلينا الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. دكتور عمرو نرحب بك على اكسترا نيوز. وبالتأكيد تركيا حاليا تمر بأزمة اقتصادية هي الوجه الآخر للأزمة السياسية التي تعيشها تركيا حاليا. هناك فقدان كبير لقيمة العملة التركية وصلت إلى الثلث، هناك خلاف حول قالة محافظ البنك المركزي وتقارير دولية ربما يعني تشير إلى أن هناك صورة سلبية أخذها المستثمرون ووصلت إلى المستثمرين جراء هذه العملية الأخيرة أو جراء هذه الإقالة الأخيرة من قبل الرئيس التركي لمحافظ البنك المركزي. إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر هذه التصرفات الأخيرة، السياسات الأخيرة للرئيس التركي على وضع الاقتصاد أو الوضع الاقتصادي التركي في تركيا؟ صحيح يا امام، اولا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي القناه المصريه. والحقيقه هي مش هتؤثر، هي للاسف هي اثرت، لان المؤشرات الرسميه كلها الصادره في الفتره الاخيره خلال الست اشهر او الثمان اشهر الماضيه الحقيقه مقلقه. يعني الامس الاثنين كان في مؤشرات عن تراجع الاداء الاقتصادي التركي. نعم. حقق انكماش بنسبه 3% في عام 2018. تركي كان بيحقق نمو 7% و8% و6% في السنوات السابقه. السنه الماضيه في 2018 حقق نسبه نمو فقط بنسبه 2.6% قبل ب 7.1 او 7.2 في 2017. في الربع الثاني من 2018 الناتج المحلي الاجمالي للدوله التركيه نزل بنسبه 1.1%. وده معناه ايه؟ معناه ان تركيا دخلت في مرحله من الركود الاقتصادي للمره الاولى منذ 2009. الربع الاخير على سبيل المثال من العام الماضي هو
برضه حدث انتماش بنسبه 3% اللي هي تركيا، اللي هي تركيا فقدت تقريبا 45 47% 48% من قيمتها في اغسطس الماضي. فده اول ركود للاقتصاد التركي من 10 سنين. نسبه التضخم على سبيل المثال، نسبه التضخم وصلت في المؤشرات الصادره من 3 اشهر الى 20%، اللي هي تركيا امام الدولار فقدت ثلث قيمتها في 2018 ثلث قيمتها في 2018. تقييمات المؤسسات الماليه الدوليه حقيقه بقالها سنتين، وانا بقول هذا الكلام، استاذ بورو فيتش ومورجن ستانلي بقالها سنتين بتقلص من اداء او ترتيب او تصنيف الاقتصاد التركي. ويمكن مؤسسات الماليه الدوليه كلها اجمعت على ان القادم قد يكون اقتصاد الاقتصاد حقق نسبه النمو زي ما انا قلت 2.6 في 2018، وده اقل نمو تحقق فيه في تركيا منذ 2009. امس اعلن على سبيل المثال ان عجز ميزان المعاملات التجاريه في تركيا بلغ 812 او 13 مليون دولار في يناير الماضي، وعجز ميزان المعاملات الجاريه تركيا خلي بالنا من رقم 27 مليار دولار في 2018. معدل البطاله ارتفع ل 13%، عدد العاطلين على سبيل المثال حوالي 4.1 مليون عاطل في تركيا. وبعدين في توقعات كمان اسوء، بتكلم عن البنك المركزي، ارتفاع مستوى القروض المصرفيه المتعثره ل 8% في السنه الماضيه 8%. بنك مورجان ستانلي، طبعا احنا عارفين بنك مورجان ستانلي الامريكي، وده طبعا من اشهر المؤسسات المصرفيه، يعني منذ فتره وجيزه نشر تقرير عن ارتفاع نسبه القروض في الاقتصاد التركي، القروض المتعثره، وقدرها بحوالي 7% في 2018 مقارنه ب 4% العام اللي قبليه. اجمالي الديون التركيه قفزت ل 121% من الناتج المحلي الاجمالي. وطبعا نتيجه هذا التخبط او هذه المؤشرات السيئه اللي لم نتعود عليها في الاقتصاد التركي منذ سنوات، يمكن تركيا كانت نموذج في نعم في لكن ربما دكتور، عبر السياسات الاقتصاديه الاخيره والقرارات الاقتصاديه الاخيره التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اثرت بالسلب على الاوضاع الاقتصاديه في تركيا. على كل الاحوال دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله وعلى هذه التفاصيل. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا الى ختام هذه الفقره من الان على راس الساعه، القاكم في موجز الاخباري، الى اللقاء. يواصل الاقتصاد التركي اتجاهه نحو الهوية بسبب تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية، حيث فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018، كما وصل التضخم إلى أعلى مستوى فوق 25%، وترافق ذلك مع زيادة البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام. وخفضت وكالة مودز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية، كما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير مراجعتها لأكبر 11 بنكا في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري أن تلك البنوك شهدت تباطؤا في نمو القروض، كما زادت القروض المتعثرة وتراجعت ربحية تلك البنوك خلال تلك الفترة. من جانبها كشفت وزارة المالية والخزانة التركية إحصاءات إجمالي ديون البلاد حتى 31 من يناير الماضي، والتي وصلت إلى أكثر من 450 مليار دولار. يأتي هذا في وقت انكمش فيه الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، منسجما مع التوقعات لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود بعد أزمة العملة. كما تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 11% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، متأثرا بهبوط عديد من القطاعات الاقتصادية بسبب أزمة الليرة. وكشفت وزيرة التجارة التركية عن إغلاق أكثر من 15,000 شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال عام 2018. وأشار اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية إلى ارتفاع معدل إغلاق الشركات في البلاد خلال مايو الماضي بنسبة 20.94% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، حيث تم تسجيل إغلاق 878 شركة. وبحسب تقرير لبنك أفرو أسيا الذي يتخذ من موريشيوس مقرا رئيسيا، فإن 4000 مليونيرا قد هربوا من تركيا خلال عام 2018
بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية. حتى السياحة بدأت تعاني في تركيا، وبحسب مؤشرات صادرة عن وزارة السياحة التركية فإن عدد السائحين تراجع بأكثر من 10% خلال الشهور الماضية مقارنة بمثيلتها في العام الماضي.